على عرس مين جايبتينا انتي صبريا؟ عرس رفيقتي المقربة. هاي لا تفضحنا ماشي؟ العادة انتي بتفضحينا. صحيح انتي قلتيلي انه رفيقتك رح تتزوج مدير ورشة تصليح، ما هيك؟ ايه شو بك؟ هذا مناف شبي جنة ومدير ورشة كمان. شو؟ مدير؟ لك هذا ميكانيكي، انا بعرفه، بصلح عنده كل السيارات تبعنا. لا لا اسمع، هذا مدير، متأكد من كلامك؟ ايه طبعا، بس احكي شي بكون متأكد منه، الشاب ميكانيكي مو مدير.